السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. رجعنا لكم للفيديوهات المهمة. اليوم رح نحكي عن أول خطوة بتعلم القيادة بالسويد. شو هي الإجراءات؟ أول شيء إحنا لازم نقدم على شيء اسمه شوركورت ستريستون، إذن شهادة السياقة، اللي هو الخطوة الأولى حتى الشخص يبدأ يتعلم السياقة بالسويد. أول شيء إحنا ممكن نكتب على جوجل بس شوركورت ستريستون، بعدين بيطلع لنا موقع مصلحة المرور السويدية اللي هو ترانسبورت ستيرلسن. رح نشرح اليوم عن إذن السياقة لشهادة السياقة الشخصية البيرسونال بيل. أول شيء نحن نضغط على أنسوك أم شوركورت ستيرستون جروب إت، بطلعنا هذا الصحي صفحة مثل ما شايفين. بعدين نضغط على المربع الموجود باللون الأزرق أنسوك أم شوركورت ستيرستون جروب إت، كمان نرجع نضغط عليها مرة تانية. طبعا اللي حابب يبعث طلب ورقي بإمكانه كمان يضغط على بيستيل بلانكيت حتى تجيه الاستمارة على البيت ويعبيها بشكل يدوي. لكن اليوم نحن نشرح عن الطلب الإلكتروني، الشخص اللي حابب يقدم هاي الاستمارة أونلاين. رح تفتحنا الصفحة التالية، كمان رح نرجع نضغط على جوتيل شينستر اللي موجودة باللون الأزرق، بيفتحنا رابط دي. طبعا ما شايفين نحن لازم نعبي الاستمارة وبنفس الوقت يكون حاجزين موعد لفحص النظر، لازم نعمل فحص نظر بالتزامن مع التقديم على هاي الاستمارة. طبعا مركز النظر هو بيبعت أو غالبا بيبعت معلومات الفحص أوتوماتيكيا لمصلحة المرور. الخطوة التالية هي لوج إن. أول شيء بنسجل بالبنك آي دي، نضغط على موبيل بنك آي دي، بعدين بنسجل كلمة المرور بالبنك آي دي ونكمل للخطوة التالية اللي من خلالها رح تطلع معلوماتنا، وكمان احنا لازم نعبي رقم التليفون وأيضا البريد الإلكتروني، وبعدين نضغط على نستا. هون في عنا الإقرار الصحي أو تقديم معلومات عن الحالة الصحية لمقدم الطلب. في عنا 16 سؤال بيخصوا بعض الأمراض، هل هذه الأمراض موجودة أو لا، ومعظمها له علاقة بالأمراض النظر أو البصر وأيضا الأمراض النفسية، فنحن بنجاوب على هاي الأسئلة. طبعا حتى ما نطول الفيديو ما رح نترجم كل الأمراض هاي، لكن الشخص السليم اللي ما عنده أي مرض بيضغط بس على ني وبعدين بيكمل للخطوات التالية. بنجاوب على كل هاي الأسئلة وبعدين بنروح لآخر خطوة. طبعا مثل ما شايفين أحيانا بيطلع خيارات إضافية تحت السؤال، فهذا هاي الخيارات بإمكاننا نتركها فاضي في حال كان الإجابة ني هذه الخيارات، بس إذا كان في الإجابة نعم إنه في مرض فنحن لازم نحدد أكثر ونكتب عن هذا المرض. فلكن إذا كان الجواب لا أو ني فنتركه فاضي ونكمل الخطوة التالية، ما في أي مشكلة. وبعدها بنحط على نستا بعد ما نجاوب على الأسئلة. بعدها في عنا تأكيد للمعلومات، بنراجع المعلومات الشخصية لمقدم الطلب أو حتى الإجابات اللي أجاب عنها، بنشوف هل الإجابات صحيحة، بنرجع ندققها، وبعدين بنضغط على كلمة خيكا أنسوكا الموجودة باللون الأزرق. وبعد ما الشخص يعمل فحص النظر مثل ما حكيت قبل شوي بعدة أيام بيجي الرد من مصلحة المرور أنه بإمكان مقدم الطلب أنه يبدأ يتعلم قيادة السيارة بالسويد. طبعا في شيء كمان في أوتبيلنينج لازم الواحد يعمله، كمان هذا الشيء إجباري لازم تعمله بأحد المدارس. هذا الأوتبيلنينج نفسه اللي هو شوركورت ستيرستوند بيعمله الشخص وبعدين بيقدر أنه يتعلم إما مع المدرسة أو مع شخص أو مدرب خاص. هيك نحن نكون وصلنا لختام هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالمعلومات، وشكرا المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع.